سيد أبو جعفر، أنت الآن العائلة المسلمة فيها 10 أشخاص وأحياناً 20 وأحياناً 5 و7، صح؟ نعم صحيح. صحيح، لو نظرنا للعائلة المسيحية 1 و2، طيب معناته لازم يكون المسلمين أضعاف المسيحيين، ليش هم 2.5 مليار وأنتم 1 مليار وكله يكفر بعضه؟ لنتفق جدلا أنكم 1 مليار. لا إحنا ما بنكفر، إحنا ما بنكفر. أنا لساتني أتكلم بالأمانة يعني. فليش أنت من اللي عم يخرج، هم ولا أنتم؟ أنتم اللي تخرجوا من دينكم وليس هم. إحنا أول شيء صديق ما خرجنا، احنا عندنا معتقد قوي، احنا نؤمن برساله والاسلام دين التسامح. الاسلام خليك لحظه شوي، لحظه هاي المغالطه، لحظه كل ما مغالطه لا اسمح بها. اسمعني اكمل لك، اي تسامح في سوريا لبنان العراق اليمن؟ عن اي تسامح تتكلم؟ عن اي تسامح تتكلم وانت تقطع ايادي وتقتل وتسبي وتنهب؟ يعني لو جاء الانبياء الان والصحابه في هاي اللحظات يا ابو جعفر اسالك سؤال وجاوبني عليه، لو جاء الرسول الان والصحابه الى الان بيني وبينك معنا والقانون الالماني الان موجود والقانون حتى العادي بالدول العربيه، واجوا ركبوا جحاش وقطعوا طريق ويجبرون الناس تغير دينها، يا يدفعوا لهم مصاري قطاع طرق، ونكحوا اطفال وسبوا وقطعوا ايادي وسبي ونهب، اليس مكانهم راح يكون السجون مثل الشيوخ اللي سجنهم محمد بن سلمان؟ يعني النبي الان لو يجي ويفعل ما فعله قديما كل الرؤساء العرب يحطونه بس سجن كمجرم، النبي نفسه. تفضل. وبالمقابل معك مقابل انت الان او في ناس تقول انه صفوق الشيخ صهيوني او كذا، هذا رايك، لكن انت الان اللي بتميل لهم كفكر اسرائيلي، اسرائيل كم حاخام سجنت لانه قال لهم لا للقتل؟ اسرائيل كم قتلت؟ انا مش مع حماس على فكره، لكن طلع معك اول امبارح، طلعت معك بنت اول امبارح على القس قالت لك صواريخ حماس عمياء ولولا القبه الحديديه كان قتلتنا. طب اسرائيل بما انه صواريخها ذكيه ليش عم تقتل الاطفال؟ لحد الان انت كسوق الشيخ شفت صوره لمقاتل من حماس مقتول؟ لحظه شوي، ما شفته لانه متخبي بكت جرذان تحت الانفاق، متخبي بالنفق بكت جرذ، يعني منين؟ اطفال ابرياء، فاذا القتلى اطفال ابرياء، لحظه شوي. اول شيء قتل منهم اكثر من 5000، بعطيك الاحصائيه مشان انا اعرف، وانا على فكره انا على تواصل دائما داخليا وخارجيا وسرا وعلنا للامانه، واكثر شيء علنا يعني للامانه، انا صهيوني علنا نفتخر للامانه. شوف لما يكون الامر مثل 7 اكتوبر كلنا صهاينه، لما يكون الامر لما تغتصب اطفال يهود ونسوان وتعتدي، انا المنظر لا أنسى أبدا، كلنا نتحول صهاينة وعلنا لما يكون بهذا الشكل. شوف، هل يوجد عندك صاروخ يوقع على الطفل كذا أو على الحمساوي نفسه يقول له مرحبا؟ الصاروخ يسأله مرحبا أنت حمساوي حابب أسقط عليك؟ لا يوجد هذا الشيء وأنت تعرف، فالذي تسبب هو الذي أشعل النار في 7 أكتوبر. لما تقول لي ما قتلوا من حماس، هم فقط يهدمون فوقهم الأنفاق، وانقتل أكثر من 6000 للأمانة. الذي أشعل النار يصفقش هي احتلال فلسطين بال48، اسرائيل دولة محتلة، ونكبة 67، ومخيمات بمخيمات صبرا وشاتيلة بلبنان، لما دخل جيش اسرائيل. لحظة شوي. انت لما تقول هاي اجداد الارض لاجدادي الكنعان، هم ايضا يقولوا لك هاي الارض لاجدادي واجدادهم عندهم تاريخ واثار، انت ما عندك غير منها الخرى في حيفا، بس من الخرى ما عندك غير. فلسطين عربية صديق سوق الشيخ، فلسطين عربية، وإسرائيل دولة محتلة مغتصبة. إسرائيل أوكي، فلسطين راح أجي معك، فلسطين أنت بتقول تاريخهم فيها، لبنان ليش دخلوا لبنان ب82 وعملوا مجزرة صبرا وشاتيلة؟ لبنان كمان هي لإسرائيل؟ الجولان لإسرائيل؟ إسرائيل دولة محتلة. لحظة شوي، إسرائيل محتلة. لو سمحت، صار لك ساعة تعيد 10 كلمة عدتها 10 مرات. شوف يا عزيزي، انت الان لو سالتك متى حكمتم هاي الارض ما راح تعطيني، وعاجز تعطيني للامانه. ليش؟ لانه قبل ال 48 كان في بريطاني، والان اسرائيلي، وقبله في بريطاني، وقبله في تركيا 400 سنه، وقبله وصايا قبطيه فرعونيه. يعني انت نفسك او كفلسطيني لم تحكموا هذه الارض ولا ساعه، الا هي ارض مشاع للامانه. تعرفون شو يعني ارض مشاع؟ مثل ارض الوقف، منو ما جاء يركبها او يحكمها على مر التاريخ، كلهم حكموها الا الفلسطيني للامانه يعني. ولو جينا الان على هذه الارض لو وجدنا تاريخ اليهود، ولا نجد للفلسطيني الا منهل حيفا المكتوب عليه بلوعه الخرب فقط، هو هي اللي يتباجحون فيها انه في بلوعه خريز لما اجى وفصلها واكتب عليها البديه، فهذا جدا سخيف جدا. فيا عزيزي انت ولا يوم، هل تستطيع ان تعطيني يوم واحد او فتره حكمتم فيها الارض دون وجود انتداب او احتلال؟ تفضل. اول شيء القدس، مسجد الاقصى، قديش عمره؟
ايمت كان اليهود موجودين فيه يا صديقي فوق الشيخ؟ قبة الصخرة. أبو جعفر هو هي اسمها أورشليم بآلاف السنين قبل ما تكون قدس، فهي لهم وليست لكم. ما راح ناقشك في الموضوع هذا لانه لحظة. ممكن اسالك ليش ما تناقشني؟ هي اسمها اورشليم قبر ولا القدس؟ جاوبني، ليش ما تناقشت؟ اورشليم مثل دمشق ما كان اسمها دمشق، هذه مسميات تغيرت عبر التاريخ، تمام؟ عبر التاريخ، اللغه الاراميه، اللغه الكلدانيه كذا. لكن اسرائيل اسرائيل صفوق الشيخ احكي بامانه، مين جاب اسرائيل لهون؟ مو امريكا والغرب؟ لا مقدرات لحظه يا ابو جعفر، اسرائيل قبل نبيك موجوده اساسا. ليش؟ لانه كل الانبياء اللي سبقوا نبيك وسبقوا عروبتك والتبجح اصلا هم على هذه الارض دينيا ووجوديا وكل شيء اقدم منكم بالاف السنين من كل النواحي. شوف، دينيا وحتى اللغه اقدم، وجودهم وتاريخهم واثارهم وانبيائهم كل شيءهم اقدم منكم. انت وين رايح يا حزين؟ انت ضحكوا عليك. انت وخياراتهم وقتل الانبياء موجود، قتلهم اكثر شعب خان الانبياء وقتل الانبياء هم بني اسرائيل. انا معك، الشعب ليس له اي امانه. لحظه شوي قتل يا اخي، هذا الموضوع موجود عندك، هذا تحريض موجود في كتابك فقط. الجماعه هم اقدم منك. شوف للامانه اقول لك ابو جعفر، للامانه هم اقدم منك تاريخيا ودينيا، وانبياء قبلك ودين قبلك واثار قبلك، وجودهم على الارض قبلك، فانت الضيف مش هم. يعني لا تفكر، هو انت الضيف، هم اصحاب الارض. أنا الضيف، تمام، أنا الضيف، راح أجي معك فوق الشيخ، أنا الضيف. وحكم الأرض يتغير من ناس لناس حسب الدول وحسب القوانين السنين وحسب العصور. لمن أجوا بال 48 فلسطين، هاي أنا معك أبو جعفر، هاي أنا معك فيها، أتفق. ليش؟ لأنه العالم فعلا يحكمه الأقوى، والآن كانكم زلم صيروا مكانهم، ما تقدروا. الله نقدر بإذن الله، بإذن الله. لحظة شوي، بتركب على الجحش، عندهم أسلحة قوية، شلون تقدر؟ احنا عندنا عقيدة، عندنا معتقد، لأنه معتقدنا ها. لحظة، أنت يعني أنه تعتقد أنك تنتصر، يعني تقول أعتقد أني أنتصر؟ لا، أعتقد بإذن الله منتصرين، لأنهم شعب مغتصب اللي يقتل الأطفال والأبرياء. لاحظ أنتوا يعني أنتوا لحظة شوي، يعني أنت تريد الصاروخ الإسرائيلي يقع على الشاب الحمساوي يقول له مرحبا أنت حمساوي ردقع عليك، وأنتوا لما تطلقون رشقات وين ما تجي هذا أخلاق عندكم؟ لا، بالمثل نحن نعاملهم بالمثل. اسمك الشيخ، شوف لحظة، لو ما كان بالمثل عندكم أسلحة ذات دقة عالية توقع على العسكري لحاله وما توقع، أنتوا وين ما تجي كذابين، شلون بالمثل يا كذاب؟ عش تكذب علي. السيف. أول شيء الكذب هو أنت، مع كل احترام لك، لأنك أنت بتحكي كلام أنت نفسك مش مقتنع فيه. أبو جعفر أقنعني. لحظة أبو جعفر، أقنعني لحظة شوي أسألك، أقنعني أنه الرشقات اللي 1000 ولا 2000 صاروخ ترسلها أنه هاي فقط ما تنزل على المدني، أقنعني. طيب أقنعني، تفضل أقنعني. أنا كإنسان احتل بيتي واحتل كذا، بدي أعمل مستحيل، لأنه بنظري أنا شعب. لحظة شوي، يعني أنت مع قصف المدنيين عادي؟ عجاج تسأل عن مدنيكم عادي؟ لحظة، شوف عمل اليهود انهم كويسين. شوف اسرى حماس اللي اخرجوا امام التلفزة الامريكية والسي ان ان كلهم بحالة وصحة جيدة. لحظة شوي يا سيدي، انت لما تعطيهم رشقات هم اذكى منك، سووا ملاجئ للمدنيين، بس عندك انت جماعتك يقتلون مدنيكم قصدا لانهم غير مستهدرين اصلا، ضحكانين عليكم، ما سووا لكم ولا نفق ولا ملجأ للمدني، وانت تقول 7 اكتوبر انه قتل اطفال، ما قتل اطفال، وتحدى صوره واحده انه فلسطيني قتل طفل باسرائيل او اغتصب، كلها خزعبلات. حتى السي ان ان تراجعت وسحبت جميع الفيديوهات، وسحبت السي ان ان جميع الاسلحه الصحفيه سحبتها. وتحياتي لفوق الشيخ ولكل حاضرينك. ابو جعفر حاب في حدا، ممكن حدا يتداخل؟ منو عنده مداخله؟ يتفضل. فوش الشيخ، نحن قلنا لك الشعب الإسرائيلي شعب مسالم وجيد، يعني هو ما عدى علينا مثل أخواننا المسلمين والمجاهدين، هدول القتل، عرفت ولا لا؟ إسرائيل ما في شي بيناتنا، دولة مسلمة هي، أوي دولة يعني سالمة، يعني لا تقاتل بيننا وبينهم مشاكل، ما في يعني احسن من اسرائيل، ما في قوانين وحقوق وديمقراطيه.
انتوا يا لما تروحوا على اوروبا وعلى امريكا ترفعون علم فلسطين، ترفعون علم فلسطين، انتوا قاعدين عند مين؟ مقاعدين عند الامريكي، قاعدين عند اوروبا.